معكم إن شاء الله أموركم طيبة. اليوم نبي نحكي معكم في قضية تانية، هي مش طبية يعني 100%، ولكن مشاهدتي هذا في الشهر الأخير في الأوضاع الطبية في ليبيا أثارت هذا الموضوع في خاطري. أول حاجة، يعني عادي جدا ان احنا كدولة وخرجنا آلاف من الأطباء ومن الأخصائيين سواء في ليبيا سواء في مختلف دول العالم يعني. وسبق أن اقترحت هذا الاقتراح يعني في السابق، إقامة يوم وطني للطبيب الليبي. أمر طبعا يحتاج إلى نقاش ويحتاج ممكن إلى قانون لإصدارها ويختاروا اليوم الشهر وهكذا. اليوم الوطني هذا يكرم فيه الأطباء في مستشفياتهم اللي ما قاموا بخدمات جيدة أو اكتشفوا أشياء وطوروا أشياء في الصحة في ليبيا أو ساعدوا المرضى الفقراء أو ما شابه ذلك يعني. في نفس الوقت في ذلك اليوم أو الأسبوع يشدد على أهمية الطبيب وأخلاقياته ويكون يوم تواوي يعني. لكن هذا الكلام يعني ما صارش منه. اليوم شفت في صفحات الفيس أن احنا عندنا يوم وطني لزراعة الكبد. شفت صور طبعا، ومما أثار دهشتي ان هذا المجال اللي انا قضيت فيه عمري يعني المهني هي جراحة زراعة الأعضاء، كلى وكبد وبنكرياس. فقلت غريبة، شنو اليوم الوطني لزراعة الكبد؟ احنا بالاساس ما عندناش برنامج زيد، احنا ما عندناش اساسا برنامج زراعة كبد اساسا، ولا حتى برنامج جيد لزراعة الكلى. احنا في ليبيا ما عندناش اخصائي واحد متدرب تدريب كامل في زراعة الكبد. بهي مالك نديروا يوم وطني زراعة الكبد؟ الحقيقة من رأيي انا الشخصي يعني تحيرت. بهي الادوية متاع المناعة اللي هي الناس اللي زارع كبد في مصر او في تركيا او في الصين او غيرها، هي الأدوية يشكو منها من جهة غالية والدولة يعني مش موفرتها بطريقة سلسة وباستمرار، مرة تجي ومرة تكون ناقصة. المستشفى في حد ذاته يعني كثير من معداته يعني غير جيدة، الأطباء غير مدربين تدريب جيد، وندير يوم وطني. أنا شعرت بأنه بصراحة إهانة في المريض الليبي وضحك على الشعب الليبي على الطبيب الليبي يعني. يعني حس فيها بروباغاندا من الصعب تصديق. هي سبقها من ممكن اسبوعين او ثلاثة او اربعة كان ايضا مؤتمر لزراعة الخلايا الجذعية في ليبيا. الخلايا الجذعية مازال يعني في الكثير من الدول في مرحلة بحث واستقراء واستنتاجات احنا في ليبيا احنا يعني برنامج بتاع زراعة نخاع شوكي وزراعة كلية اللي هي اصبحت روتين يعني في المستشفيات الكثيرة ما زال ناقصة. يعني هل اللي عندنا ما اسمهاش برنامج؟ هل اللي عندنا يعني نوع من الهواية؟ صح احنا بادين في 2005 ولكن ما نبيش ندخل في تاريخها باش ما نشوش عليكم. بس النقطتين هذوما متاع اليوم الوطني لزراعة الكبد بصراحة ضحكة والله لا تتحمل السكوت عليها. يعني هي ممكن مصاريفها مش هلبة يعني من ناحية المصاريف، لكن أمر مخجل وشي حشم بصراحة. مش شيء يعني ننشره في الفيس ونفتخر به وندير صور وندير مؤتمر وكلام. يعني كأنك أنت بتنشر في غسيلك وبتقول راو احنا في مجال زراعة الأعضاء انا فاشلين، و
والدليل ان احنا مدارين اليوم الوطني لزراعه الكبد واحنا ما عندنا زراعه كبد اساسا يعني. فهذه اللي حبيت نشارككم بها، وان شاء الله اتمنى يعني اننا نشوف الطبيب الليبي والمريض الليبي تزيد ثقتهم ببعض والمنظومه الصحيه تتطور، ولكن هذا لن يحدث الا ممكن بثلاث اشياء يعني. هو اعطاء الطبيب الليبي حقه، التشديد على الاخلاقيات المهنيه، وايضا موضوع الشفافيه، لان عمليه الرجل المناسب في المكان المناسب هذه تتطلب شفافيه، مش قرار من وراء مكتب، وتجد انسان من لا يفهم في علم تجده هو الرئيس بتاعه يعني. هذا مش حيقدمنا يعني، هذا حيأخرنا للوراء. وبارك الله فيكم، موضوع مطروح للنقاش، ربما انا غلط، ودمتم بخير، تحياتي.